منقولة كرة إلى الأمام ومحاولة لمصلحة سيلفا. عرضية أمامية وفرصة خطيرة بالجول بالجول بالجول. هدف أول في المباراة، أتلتيكو مينيرو يتقدم عن طريق ليوناردو. ارتقى عاليا ليوناردو وحط الكرة بالراس، حط الكرة بالراس. هدف أول في المباراة، ضغط متواصل على مرمى ساو باولو يسفر عن هدف لمصلحة مينيرو ولمصلحة ليوناردو. ليوناردو يسجل الهدف الأول في المباراة بعد مرور 63 دقيقة من عمر المباراة.